تمام مرحومين كده. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوسيم، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. زيارة وارثة. السلام عليك يا وارث آدم آسفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى وكليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خدية الكبرى، السلام عليك يا صار الله وابن الصور والمتر المطور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتاك الله ورسوله حتى أتاك اليقين، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمت بزورك وفرزت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا بلا سلاب الشام قد والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بين جوسها، ولم تلبسك مظلمات من ثيابها، وأشهد أنك من دوائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والورود الوسكى والحجة على أهلي الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسوله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائطي وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة علي أكبر السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك وفرزت به. زيارة تمام شهدائك. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تنتم، وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيم، السلام عليك يا ابن أول الكوم إسلام وأقدمهم إيمان وأقومهم بدين الله وأعظمهم على الإسلام، أشهد لك النصاط لله ولرسوله ولأخيك فنعم لك المواصي، فلان اللهم قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استهلت منك المعارم، وانتهكت حرمة الإسلام، ونعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، ولا أكد في أخي
المجيب الى طاعت رب الراغب فيما زهد في غير من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقك الله بدرجته ابائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا. السلام عليك يا غريب الغربا. السلام عليك يا سلطان بل حسن علي بن موسى الرضا. كن شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب الأزر والزمان. ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله.